السلام عليكم. اليوم رانا في المدينه تاع مستغانم ونروح نشوف المشروع تاع المول نتاع مدينه مستغانم، ما يسمى ب لو غران مستامول، واللي تابع لمجمع ازاد اللي عنده عده فنادق في مستغانم ووهران والجزائر العاصمه، وكذلك افتتح مؤخرا مول لو غران تورون في وهران. اذا هنا رانا في الحي اللي يقع فيه المشروع تاع المول تاع مسطى، واللي للاسف الشديد يقع في حي شعبي فيه يعني طرق ضيقه نوعا ما. اذا هنا نشوف يعني ضخامة نتاع هذا المول، اللي بعض الناس يقولوا أنه يعتبر أكبر مول في الجزائر وربما في إفريقيا. إذا نشوف هنا أنه الأشغال تبدو يعني تقرب من النهاية نتاعها، في حوالي 75% من نسبة الأشغال تاع الهندسة المدنية، وحتى الأشغال تاع التغليف الخارجي، لكن كما قلت مؤسف أن مثل هذا المشروع كهذا يقع في حي شعبي في أزقة ضيقة نوعا ما. لابد أن تكون فيه تنسيق مع السلطات نتاع ولاية مستغانم باش يعاودوا يديروا إعادة هيكلة للحي نتاع هذا اللي سمح بلي يعني السيارات خاصة للولوج إلى هذا المكان. إذا خليكم تتابعوا نهاية الفيديو هذا حول مول مستغانم اللي راح قيد الإنشاء. والسلام عليكم.